مهنة التدريس في هاي الظروف هي مهنة سامية جدا، نتيجة النزوح ونتيجة قلة فرص التعلم لدى الطلاب، فيقع على عاتق المعلم حمل ثقيل يجب أن يؤديه بكل أمان وإخلاص بإذن الله. عبد الرحمن إبراهيم سلوم من قرية خان السبل، العمر 36 سنة. طبعا المشروع وفر لنا مجموعة من الوسائل، عن طريق هذه الوسائل ابتكرت مجموعة من التقنيات. طبعا أعطونا التاب كان جدا مفيد في عملية التعليم عن طريق بعض البرامج أو عن طريق الأغاني مثلا التعليمية. المعلم هو أساس المجتمع، بدون تعليم مجتمع سينهار حتما، خاصة نحن الآن في ظروف وباء كورونا وظروف حرب ونزوح، نادرا ما يكون في المخيم مثلا تتوفر فرصة التعلم للتلاميذ. فنحن عن طريق المشروع طبعا استطعنا أنه نجذب الطلاب للمدرسة. في طلاب كانوا كتير منقطعين مثلا في سنة وسنتين وثلاثة ما أخذوا ولا حرف، فنحن استطعنا بحمد الله أنه نقدم لهم فرصة جيدة للتعليم وجذبناهم، والحمد لله رب العالمين اليوم عم نقطف ثمار هذا المشروع.